كيدني انجري. طبعا سابقا من كون الطالب كان اسمها اكيوت رينال فيلير، حاليا صار اسمها الاكيوت كيدني انجري. In this lecture we'll discuss the following topics. اول شيء حن define acute kidney injury literally and clinically، حنعرف شنو الفرق بين هذا وهذا. بعدين حنعرف الميكانيزم اللي ممكن تسوي لي acute kidney injury by some drugs. بعدها حناخذ ال clinical courses والclassification مال ال acute kidney injury، وبالنهاية نحاول نركز على الدايجنوستيك اند تريتمنت اوبشن اللي هي شغلنا بالعلاجات. فبالبدايه اذا اريد اعرف الاكيوت كيدني انجري شنو ممكن تعريف اللي abrupt or sudden decline in renal function over at least 48 hours وممكن يستمر لساعات او ايام او اسابيع بس مو اكثر. هذا الابراب ديكلاين ان رينال فانكشن يكون ريفيرسبل، اهم نقطه به، وهذا اللي فرق عن من عن الكرونيك رينال فيلر اللي يكون شنو سلو بروجريسيف ريفيرسبل ديكلاين. اوكي زين، شلون نقيس الرينال فانكشن عاده؟ احنا بالاعتماد على الجلوميرولر فلتريشن ريت اللي هي الريت اللي نسوي فلتره بها للبلد، والكرياتينين كليرانس، ذول التو فاكتور. إذا صار عندي هذا الديكلاين برينال فانكشن شنو حيؤدي؟ accumulation of nitrogenous waste product and other toxin. هسه إذا أريد نسأل شنو وظائف الكدني؟ أول شيء filtration of blood مو؟ قبل الإلكترولايت بالانس، إلكترولايت and fluid balance، بعد reabsorption مو؟ بعد excretion يعني of waste product، وبعد الاندوكراين فانكشن. طبعا هي الاساسيه هي اول شيء الفلتريشن اوف بلاد، الري ابزوربشن، الاكسكريشن اوف ويست برودكت، زين، بالاضافه للاندوكراين فانكشن اللي هي اثنين. اول وحده هي شنو؟ الاكتيفيشن اوف فيتامين دي اللي يفيدنا الابزوربشن اوف كالسيوم، والثانيه هي برودكشن اوف اريثروبويتين اللي بيش يفيدنا ار بي سي برودكشن. اوكي، كل هاي الفانكشن ممكن ان يصير بها ديكلاين وين؟ بالاكيوت كيدني انجري. سابقا قلنا هذا الديزيز كان يسمى شنو؟ اكيوت رينال فيلر. بس من اطلق مصطلح فيلر شنو معناها؟ شو اقصد اني؟ عندي اورجن فيلر مو؟ صار عندي بالكيدني فيلر. بس هذا الشيء مو دائما صحيح حاله الاكيوت كيدني انجري، ليش؟ يعني بعض الاحيان الانجري اللي صاير شو يسوي لي؟ فقط مايل ديكلاين وين؟ بالرينال فانكشن، ما نوصل لحالة الفيلر. فذاك مصطلح الانجري خلينا نقول يمتد على مسافة واسعة من خلينا نقول من الحالات، من المايلد ديكلاين للسيفير انجري اللي ريكواير شنو؟ ريكواير خلينا نقول دياليسيس اللي هو انيوري واخطر شيء. حاليا هم بعض الكدني اكسبيرت ما يعتبرون انه التسمية الجديدة الاكيوت كدني انجري هم صحيحة، هم صاير اختلاف عليها، ليش؟ يعني من اقول انا كلمه انجري معناها شنو؟ اكو ودمج بالكدني مو صحيح؟ بس هسه حنشوف بالكلاسيفيكيشن اوف اكيوت كدني انجري معظم الكوزز اوف اكيوت كدني انجري هو شنو؟ باثولوجيكال كونديشن اوتسايد ذا كدني، اما بري او بوست. هاي الباثولوجيكال كونديشن اللي هي بري او بوست هي اللي تؤدي لي الى ابنورمال باثولوجيكال ريسبونس، بس ما عندي اي انجري وين؟ بالكدني. ذاك احتمال بعد كم سنه هم يصير تغيير بالتسميه. اوكي؟ هسه هذا التعريف اللي اخذناه بالبدايه اللي هو قلنا accumulation of abrupt sudden decrease in renal function as defined by glomerular filtration rate and creatinine clearance and lead to شنو؟ accumulation of nitrogen waste. هذا التعريف اللي نلقيه بالكتب بالابحاث، زين، بس ما يفيدنا كاطباء مثلا او كصيادله حتى نشخص البيشنت. على اساس انا اشخص انه هذا البيشنت عنده اكيوت كيدني انجري او هذا البيشنت شنو؟ ما عنده اكيوت كيدني. فلازم نعتمد على الكلينيكال ديفينيشن. الكلينيكال ديفينيشن مثل ما موجود بكتابكم اللي هو فارماكوثيرابي هاند بوك 2015، نعتمد على الكيديجو. من يعرف شنو هاي الكيديجو؟ كيدني ديزيز امبروفينج outcome global outcome. شنو هاي؟ عبارة عن منظمة هاي
مهتمة أو تركز على الأبحاث اللي تختص بيش بالكدني ديزيز. فشكو أبحاث خاصة بالكدني ديزيز هي تأخذها تجمعها وتعطيك فد جايد لاين للتريتمنت، جايد لاين للدياجنوزز وهكذا. فحسب الكديجو نشوف انه البيشنت هذا يشخص انه عنده اكيوت كدني فيلر او لا بالاعتماد على هاي الكرايتيريا. اول وحده لازم يصير عندي زياده بالسيرم كرياتينين اقل شيء 3/10 خلال 48 ساعه. 3/10 ملي جرام بير ديسيلتر above the normal. ايش قد المفروض النورمال؟ من 7/10 الى 1.2. قلنا لكم للسهوله نعتبره 1 خلينا نقول. اذا صارت الزياده على النورمال تقريبا 3/10 خلال يومين فهذا كان بي شنو ايدنتيفايد از اكيوت. الحاله الثانيه اذا صارت زياده بالسيرم كرياتينين باي 1.5 تايم ذا نورمال، يعني اذا هو واحد ايش قد يصير 2.5 خلال اسبوع، هذا همين كان بي ايدنتيفايد از اكيوت. والحاله الثالثه ديكريز ان يورين فوليوم، ايش قد هو النورمال يورين فوليوم اوتبوت يورين اوتبوت من 800 تقريبا الى 2000 مل بير داي او اكبر من خلينا نقول 5/10 الى 1 شنو مل بير كي جي بير داي بير اور، مل بير كي جي بير اور. اذا قلت خلال 6 ساعات اليورين اوتبوت عن 5/10 مل بير كي جي بير اور هذا ريجاردد از بيشنت وذ اكيوت كيدني انجر. وجماعه الباطنيه المفروض اللي كانوا ردهة باطنيه اكيد شافوا كيسات مال اكيوت كيدني انجري. زين فهاي الكرايتيريا اللي يعتمد عليها ويعتمد عليها الطبيب اشخص انه هذا البيشنت شنو عنده اكيوت كيدني انجري. زين احنا قلنا لازم نشرح قبل الكلينيكال كورس نشرح عن الميكانيزم اللي المفروض اني بعض الدرج تسوي لي توكسيسيتي او خلينا نقول نيفروتوكسيك افكت. قبلها ناخذ شنو شلون يصير الفلتريشن بالبلاد. احنا نعرف هذا شنو النفرون، هذا اللي جاي من ناشي صحوا له افرنت كدني ارتريول. منين جاي لي؟ من الكدني ارتري. هذا يدخل يسوي لي الجلوميرولاي مو، بعدين يطلع يسوي لي شنو الافرنت كدني ارتريول. حتى يصير فلتريشن للبلاد حتى تؤدي الكدني الفانكشن مالتها لازم يكون البريشر اللي هنا شبيه اعلى منين يصير عندي فلتريشن. فلازم يحافظ على البريشر هنا اعلى منين من هنا. اللي يحافظ لهنا اكو عندي البروستاجلاندين وهنا عندي شنو الانجيوتنسين. بروستاجلاندين هو فازو دايليتر، حيوسع حيزيد البلد بريشر حيصير فلتريشن. منو اللي يشتغل على البروستاجلاندين عندنا من الادويه؟ النسترويدل. شو تسوي لي ببروستاجلاندين؟ قلل البروستاجلاندين. شو راح يصير عندي هنا؟ ديكريز مو صح، يصير فازو كونستركشن، حيقل البلد بريشر هنا واحتمال يساوي لي هذا، فشو يصير عندي؟ فلتريشن ينعدم، ماكو اي فلتريشن بروسس. زين الانجيوتنسين من يشتغل عليه؟ طبعا انجيوتنسين لازم ترى شنو وظيفته هنا؟ يسوي لي فازو كونستركشن حتى يزيد الريسيستنس بالتالي يصير فلتريشن. يعني لازم قلنا الضغط هنا اعلى من هنا، فهنا الانجيوتنسين من حيقلل الايس انهبتر او الانجيوتنسين ريسبتر بلوكر ايش راح يصير عندي؟ فازو دايليشن، حيقلل الضغط ديفرنس يعني بريشر ديفرنس اللي هنا، فبالتالي حيقلل فلتريشن. فهي كل الميكانيزم تعتمد على ما يسمى الانترا جلوميرولار بريشر. لازم اكو عندي هنا انترا جلوميرولار بريشر حتى احافظ على يمن احافظ على الفلتريشن بروسس. اي درج ياثر لي على ذولا حياثر على يمن على الفلتريشن بروسس. اكو درج مثل امينو جليكوسايد نيفروتوكسيك درج على يمن حتاثر على التيوبيول او على الجلوميرولاي، سو جلوميرولار نفرايتس اكيوت تيوبيولار نكروسيس اند سو اون. هاي تاثيرها على نفسها مو على الميكانيزم. فمعظم الدرج خلينا نقول احتمال تسوي لي acute renal failure by this mechanism. There's other mechanism، مثلا اكو ادويه تسوي لي vaso constriction، اكو ادويه تسوي volume loss مثل عندنا ال 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 شو اسمه الديوريتيك. الديوريتيك احتمال تسوي لي اذا استخدمناها بصوره عاليه ايش راح تسوي؟ حتسوي لي hypotension، حتقلل لي الضغط، حتقلل لي الفلتريشن وهكذا. فعده ادويه ممكن تسوي acute renal failure by different mechanism. زين الكلينيكال كورس شلون حيبدي عند البيشنت الاكيوت رينال انجري؟ اول ما حيبدي حيصير عندنا يسموه الاوليجيوريك فيس. الاوليجيوريك فيس شنو معنى الاوليجيوريا قبلها؟ ايش قد اقل من ايش قد؟ اقل من 400 مل خلينا نقول. هاي تعتبر شنو؟ طبعا كل مصدر يقول شكل بس هي عاده اقل من 400 مل بير داي. احنا قلنا النورمال من 800 ل 2000، هذا باليوم الكامل 400 بس.
فهذا أوليجيوريا. أنيوريا جد أقل من 50 مل بير داي ومصادر 100 بس هي أقل من 50. زين الأوليجيوريك فيز طبعا بالبداية من حيصير عندي كومبليكيشن بالرينال أو بوست رينال حتى قبلها إيش راح يصير عندي البلد شي يصير بيتجمع حيقل الفلتريشن مال البلد الريت أوف فلتريشن حتقل حيتجمع البلد ويا من ويا الفلويدز فاليورين أوتبوت راح يكون قليل شي يسموه أوليجيوريك فيز. ورا فترة من حيصير هيلينج هذا السبب اللي كان دي يسوي لي انسداد ايش راح حيروح يصير هيلينج فشنو شكو سوائل متجمعه بجسم ايش بيها حتطلع راسين فشي يسموه دايركت فيس. فدائما من يصير البيشنت عنده دايركت فيس هذا نعرف انه صار عنده انيشال ريبير انه البيشنت بدا خلينا نقول يستجيب للعلاج. هنا أنا ممكن ان يوصل الفوليوم اوف بلاد بير دي الى 3000 سي سي 3000 مل يعني دايروسس كلش قوي. زين الريكفري فيس هذا الفانكشن اوف كيدني ريتيرن تو اتس نورمال خلينا نقول فاليو قبل ما يصير عندي الانجري ايش قد كان مثلا يرجع طبيعته. هنا أنا طبعا ممكن ان يطول اسابيع اشهر او سنه كامله ريكفري بالاعتماد على شنو سيفيريتي اوف خلينا نقول الانسلتس والديوريشن ايش قد استمر مسوي لي مشاكل. كل ما كانت الديوريشن اللي اثر لي بيها اكثر كل ما كانت المشاكل اللي سببها ايش بيها اكثر. فهاي خلينا نقول الكلينيكال كورسز او شلون تبدي الاعراض مال البيشنت اللي عنده اكيوت كيدني انجري. زين هسه اذا اريد نسوي كلاسيفيكيشن للاكيوت رينال فيلر هو عاده ثلاث انواع اساسيه. النوع الاول من اسمه بري رينال يعني وين الكوز بيفور ذا رينال بيفور ذا كيدنيز ما عندي اي خلل وين بالكيدني لا بيفور ذا كيدني. زين شنو الاسباب اهم سبب هو ديكريز الرينال بيرفيوجن من حيقل الرينال بيرفيوجن حيقل شنو قلنا البريشر حتقل الفلتريشن حتقل الفانكشن. شنو اسباب الديكريز الرينال بيرفيوجن هارت فيلر يعني خلينا نقول بمعنى اخر الديكريز الهايبوتنشن ديكريز بلاد بريشر مو. السبب الثاني هايبوفوليميا فهي سببين اساسي اما هايبوفوليميا از ا ريزلت اوف خلينا نقول اكسسيف فلوس اوف فلويد عن طريق الدياريا عن طريق الفوميتنج بليدنج هاي كلها تقلل لي البلد فلو تقلل لي البلد فوليوم تاثر لي عليه من على الفلتريشن او قلنا السبب الثاني الهايبوتنشن. اوكي وممكن الدرجات اللي تسوي لي بري رينال رينال فيلر هي منو الدايرتيك دايرتيك حت دايرتيك قلنا حت تساعد على فقدان كميات كبيره منين من السوائل احتمال تسوي لي هايبوفوليميا حتاثر لي عليه من على البريشر وتسوي لي مشاكل. زين هذا طبعا البري رينال عاده قلنا السبب او الخلل هو قبل الرينال ما عندي مشكله وين بالرينال بس اذا انترك ورا فتره هنا من حيقل البيرفيوجن للكدني النيوترينت اللي حتوصل للكدني شبيها قليله الاكسجين قليل ايش راح يصير نكروسيس فاحتمال تسوي لي اكيوت تيوبيا نكروسيس واللي هو شنو احد انواع الانترنزيك يسموه او انترا رينال او رينال رينال فيلر. زين هذا بري رينال هذا اما انترنزيك انترا رينال او رينال رينال فيلر. زين هاي كل اسماء يعناها وين الخلل بالكدني نفسه اما اكيوت تيوبير نكروسيس اللي هو اكثر من 80% من الحالات وقلنا اهم سبب لها هو شنو الاسكيميا او اكيوت جلوميرولو نفرايتس اكيوت خلينا نقول بايلو نفرايتس انترستيشال نفرايتس ممكن اوتو اميون ديزيز اللي هو مثل من سوي لي كيدني بروبلم اس ال اي سيستميك لوبس اللي هو وحده من الافكتد سايت اللي هو الكيدني وهكذا ممكن يكون اب نورمال اميون ريسبونس. زين دراج مثل امينو جليكوسايد يسوي لي هاي المشاكل فعده اسباب ممكن تؤدي لي الى اكيوت او اكيوت انترا رينال او انترنسيك رينال فيلر. بوست رينال وين السبب عندي؟ بعد الكدني اللي هي اما باليوريتر بلادر اور يوريترا. هنا حيصير عندي اوبستراكشن اما انسايد بسبب يعني يكون السبب انسايد ذا يوريتر مثلا باي ستون باي كلوت مو او اوف سايد ذا يوريتر يصير عده تيومر يا تيومر اكثر شيء بروستيت تيومر بروستيت هايبر خلينا نقول البروستيت هايبر فليجي واحده من الاسباب ريترو بيريتونيال تيومرز ريترو بيريتونيال تيومر بالبيريتونيوم يصير. زين وعندنا ممكن هسه هنا اكو ادويه قلنا تسوي
ممكن الانجيو امينو جليكوسايد مو وبعد بعد يا ادويه نيفرو توكسيك دراج ها ها انفوتيراسين ساكلوسبورين هواي ادويه موجوده عندكم بالمحاضره هنا هل ممكن اكو دواء يسوي لي بوست رينال رينال فيلر هسه هناك قلنا احتمال دايرتك مو هنا قلنا منو هاي الادويه هنا من اكو دواء تتوقعون يسوي لي بوست رينال رينال فيلر ها عندنا دواء واحد اللي هو براكتولول براكتولول هذا الدواء شبيه هو عباره عن سيلكتيف بيتا بلوكر يستخدم بالامرجنسي تريتمنت اوف اريثميه هذا الدواء يسوي لي ريترو بيريتونيال فايبروسيس زين ويسوي لي اوبستراكشن ويسوي لي بوست رينال رينال فيلر فهذا لازم من اعطيه اكون حذر ولازم يحتاج مونيتورنج ورا ما اعطيه اوكي فهذا الدواء اللي ممكن هاي انواع الاكيوت رينال فيلر قطع الكلام شباب عندنا شلون نسوي ديفرنشيشن بين ديفرنت تايب كصيادله لما تجيني كيس بالامتحان شلون اني احدد هذا بري رينال رينال او بوست رينال لازم عندي فد خلينا نقول بارامتر معينه اقدر اعتمد عليها حتى اسوي ديفرنشيشن طبعا هاي تجي بالامتحان 100% زين اول شيء احنا قلنا عندنا ثلاث انواع بري وشنو رينال او بوست رينال زين البارامتر اللي احنا نعتمد عليها هي نفس الدياجنوستيك ميجر اللي احنا اللاب داتا اللي موجوده عندنا اول وحده واهمها هي البلد يوريا نيتروجين على اليمن على الكرياتينين زين ثاني وحده هو اليورين صوديوم ثالث وحده الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم الرابعه هي الاوزمولاليتي والخامسه هي السيدمنت اذا اكو سيدمنت او ماكو سيدمنت يعني من ناخذ اليورين سامبل حنشوف بي اكو مثلا ديد ابيديليال سيل هاي شوفوا صليب صليبين وهاي شغلات تشوفون باليورين اكزام زين نجي على البري رينال بري رينال انا شنو عندي نرجع نرسم مالتنا الرسم هاي شنو هاي النفرون هذا قلنا منو هذا ويطلع بعدين الافرنت في حاله البري رينال قلنا شنو الكوز انتبهوا هنا على هذا الشرح زين في حاله البري رينال شنو الخلل اللي يصير عندي البلد اللي جاي البيرفيوجن ايش بيه قليل فحيقلل الفلتريشن بالتالي شو يسوي لي اكيوميوليشن اوف خلينا نقول ويست برودكت البلد يوريا نيتروجين اذا ايش راح تصير بها تتجمع مو صحيح تزداد هنا اكو مثل الخلايا تتحسس عاده مسؤوله عن الري ابزوربشن كل ما يكون تركيز الماده قليل شو تسوي لها ري ابزورب اجين يعني حتتوقع انه الجسم يحتاجها موجوده قليله بالجسم بس هي شنو المشكله هنا مو موجوده قليله انما شنو مدى توصل بكميات عاليه فالجسم شو يتوقع انه وجودها قليل فيسوي لها ري ابزورب فالبلد يورين نيتروجين هنا ايش راح يصير لها ري ابزورب فحيكون عندي سببين للاكيوميليشن مالت من مال البلد يورين نيتروجين السبب الاول هو شنو ديكريز البيرفيوجن مو الاكيوميليشن والسبب الثاني الري ابزوربشن اللي دا يصير عندي في حالة البري رينال اني هاي بعدها انتاج قلنا ما عندي مشكلة بالرينال تبقى تشتغل بس المشكلة انه الدم بيوصل قليل زين فيكون عندي سببين بينما الكرياتينين من يجي هسه هاي الكرياتينين همين حيقل الاكسكريشن مالته ليش؟ حيقل لانه البرفيوجن قليل بس يصير له ري ابزوربشن كرياتينين ما يصير له ري ابزوربشن فبالتالي سبب واحد يؤدي لي للاكيوميليشن مالت من؟ مال الكرياتين لذلك في حالة البري رينال رينال فيلر يكون البلد يوريا نيتروجين على الكرياتينين أكبر 20:1 النورمال بالهيلثي بيشنت مفروض 10:1 هنا ذول اثنيناتهم حيزدادون بالرينال بس شنو؟ زيادة البلد يوريا شبيها أعلى والسبب لأنه قلنا هاي بطريقتين هاي بطريقة واحدة زين اليورين صوديوم نجي نفس الشيء الصوديوم حيوصل وين؟ هنا اول شيء هو حيوصل قليل يعني قلنا البيرفيوجن صار قليل من حيوصل قليل ايش راح يصير له ري ابزوربشن فاذا من حيصير له ري ابزوربشن اليورين اللي انطرح باليورين قليل له هوايه قليل كلش فدائما اليورين صوديوم حيكون له كلش قليل ليش لان كله دا يصير له شنو ري ابزوربشن نجي
الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم هو العلاقه بين الاكسكريشن اوف صوديوم على الاكسكريشن اوف كرياتينين، لذلك شو يكون ايضا اقل من واحد اكثر اقل من 1%. يعني كميه الصوديوم اللي انطرحت خلينا نقول اقل من 1%، ليش؟ لان معظمها صار له شنو؟ ريابزوربشن. زين. الاوزمولاتي له علاقه اذا كان اليورين كونسنتريتد او ديليوتد. احنا قلنا الووتر دائما المن يحب؟ الصوديوم، وين ما يروح الصوديوم يروح وياه. فهنا قلنا من حيجي الصوديوم حيصير له ريابزوربشن، الووتر اللي حيجي ايش راح يصير له؟ هم ريابزوربشن. فاذا الووتر ايش راح يكون؟ قليل له هوايه؟ كونسنتريتد لو ديليوتد؟ كونسنتريشن. بالتالي الاوزمولاتي دائما اكبر من 500 ملي اوزمول بير كي جي، عاليه يعني كونسنتريتد شكو ووتر سوى له ريابزوربشن. زين. سيدمنت احنا قلنا الخلل وين صاير؟ بيفور ذا رينال، فما عندي اي مشكله هنا انا صايره، فحشوف عاده بالبدايه ان ال ستيج حتكون نيجاتيف، ماكو اي شيء موجود عندي. اوكي؟ هاي البري رينال، هاي البارامتر مالتها. هسه نجي نشوف بالرينال ايش يصير. بالرينال انا شنو عندي الدمج وين صاير؟ بالرينال سيستم اتسيلف، ماكو ري ابزوربشن بعد، زين فقدت خاصيه لانه كلها صار ديد سيل خلينا نقول فقدت خاصيه. فمن يجي نجي على ام فاكتور البلد يوريا نيتروجين، من حتجي هنا أنا طبعا من حيصير هنا عندي دمج حيصير ريسيستنت للبلد فلو، حيقلل الفلتريشن. هم نفس الشيء البلد يعني خلينا نقول البلد اللي حيوصل للكدني قليل، فبالتالي حيصير اكيوميليشن اوف شنو؟ بلد يوريا نيتروجين، حتوصل هنا قليله بس حيصير لها ريابزوربشن؟ لا، فحيكون فقط سبب واحد اللي يسبب لي زياده البلد يوريا نيتروجين اللي هو شنو هو؟ فقط الاكيوميليشن، ماكو عندي برفيوجن قليل. زين. الكرياتينين كذلك هم يبقى سبب واحد، لذلك القيمه اللي هنا حصير شنو؟ اقل من 20 على 1، عاده 15 على 1 هيك يعني تختلف بس اقل من 20 على 1. لذلك من يجيك مثلا كيس بالامتحان اقول لك عندك البي يو ان على الكرياتينين مثلا اقل من 20 على 1 ايش تتوقع؟ رينال. وبالتالي التريتمنت مالتك الدايجنوستيك تختلف حسب التوقع مالتك وهكذا. زين الصوديوم هنا هم نجي، صوديوم ايش بيه؟ الواصل لهنا قليل بس يصير له ريابزوربشن؟ ماكو، فشكو صوديوم حيوصل حينطرح وين؟ باليورين، اذا اليورين صوديوم حيكون قليل له هاي؟ حيكون هاي. زين الفراكشنال اكسكريشن ايش راح يكون؟ اكبر من 1%، ليش؟ لان معظمه هو اللي حينطرح. زين من حيروح الصوديوم ينطرح ويا اليورين، الووتر ويا من؟ ويا حيكون ديليوتد لو كونسنتريتد؟ ديليوتد. اذا ايش راح يصير عندي هنا الاوزمولاريتي؟ اقل من 350 ملي اوزمول بير كيج. هنا قلنا صار دمج بالكدني نفسه، فحنشوف سيدمنت لو ما حنشوف؟ حنشوف، فحتكون هنا اكو عندي بيذيليال سيل، اكو عندي نكروتايد سيل وهكذا. ليش؟ لان صار هاي في حاله البري والرينال او انترنزيك او انترا رينال رينال. زين نجي على البوست رينال. بوست رينال احنا قلنا الخلل وين يصير عندي؟ اما هنا وهنا وهنا. ايش راح يصير عندي؟ مجرد بلوكج لليورين فلو، فحيتجمع الفلويد وال خلينا نقول البلاد حيتجمع هنا فوق. بالبدايه حيسوي لي دمج. اكو دمج اني بالكدني؟ بالايرلي فيس ماكو عندي اي دمج بالكدني، مجرد انه هاي البلاد اللي بي توكسيك ماتيريال متجمعه ما تطلع لي انه اكو اوبستراكشن. فبالتالي بالايرلي ستيج بوست رينال المن حيشبه؟ بري رينال، ما عندي اي دمج صار. بس بالليت ستيج هاي التوكسيك ماتيريال اللي تجمعت هنا ايش راح اسوي لي؟ اسوي لي دمج للكدني تيوبيولز، دمج للجلوماريولاي، بالتالي المن حيشبه؟ الرينال او انترنزيك. زين فهذا البوست رينال. احد عنده سؤال على هاي الدفرنشيشن؟ اكو شيء ما واضح بيها؟ هاي مهمه بالنسبه لنا نفرق بينهم. اي مثلا قلت لك هذا ايرلي ستيج مثلا تنزل لي هاي، قلت لك بوست تنزل لي هاي، واضح؟ ليتست اقول لك اني ايرلي ستيج او ليت ستيج؟ بالطبلة عادة الايام نعتمد على ايام. ماكو فترة محددة، تعتمد على البيشنت الديهايدريشن ستيت. هسه تشوفون يعني بالتريتمنت ما عندي شيء. يعني من اكو عندي نفروتوكسيك ماتيريال، اكو هواي شغلات تاثر على النفروتوكسيك مالت. اول شيء البيشنت خلينا نقول اذا عنده ديهايدريشن او ما عنده، الهيلث ستيت مالته، اذا اكو انذر فاكتور يسوي لي دمج بالكدني همين حتاثر. فهاي ما تقدر تحددها، بس بشكل عام اذا قلت لك بالبدايه ما يعني ما اجيب لك اياها اني شو اسمه، اذا بالبدايه
فهي تشبه هاي واذا بالنهايه لا. بالطبله لازم انت تسوي لها هاي اللاب داتا بالمستشفى، مو حتقعد تتوقع هاي اللاب داتا، انت لازم تسوي لها هاي الامور، انت من خلالها حتحدد انه وصلت او ما وصلت، يعني صار رينال دامج لو بعده بالاوبس يعني بوست اوبستراكشن، مجرد انه اوبستراكشن صار عندي، فانت لازم تطلب هاي اللاب داتا وعلى اساسها تحدد هو شنو عنده بالضبط. اوكي زين، هاي الكلاسيفيكيشن مالت من الاكيوت كيدني انجري. زين، هاي طبعا النفرون قلنا الافرنت والافرنت، هنا يصير عندي هنا يتحرر شكو توكسيك ماتيريال، شكو انونتد ماتيريال، تطلع وترجع البلاد ايش بيه يكون فلتريتد بلاد. زين، هسه الكلينيكال مانيفستيشن ايش راح نلاحظ على البيشنت اللي هو عنده اكيوت كيدني انجري؟ طبعا اهم نقطه بالدايجنوز او بالساين اند سيمبتوم هي there is no specific sign and symptom for acute kidney injury، ما عندنا شيء ثابت. خلينا نقول حيعتمد، هم نرجع على البيشنت نفسه، فاذا كان البيشنت عنده هايبر فوليميا، كميه البلد كلش عاليه، فبالتالي شنو الاعراض اللي ممكن اتوقعها؟ اوديما والمنوري اوديما لورال اوديما مو زين، ريفرال اوديما شورتنس اوف بريث مو، هاي بشكل عام. اذا بالعكس هايبو فوليوم ايش راح اتوقع؟ حيصير عندي شنو؟ بوستشرال هايبوتنشن، حيصير عندي ريفلكس تاكي كارديا، حيصير عندي ديهايدريشن لوس اوف سكين ثرغل. زين، هاي كلها تصير عند البيشنت اذا كان عنده ديهايدريشن، يعني الكوز الاول اللي هو ديكريز الرينال بيرفيوجن. زين، الشغله اللوخ الاساسيه اللي هي لازم يعني ننتبه لها، اليوريميا. اليوريميا هي شنو معناها؟ زيادة البلد يوريا نيتروجين ايش قد؟ أكثر من ايش قد؟ أكثر من 100، احنا ايش قد النورمال؟ 15 إلى 45، مصادر تقول من 8 إلى 20، فأنت تشوف مالتك التيس ايش قد النورمال وتعتمد عليه. هنا اليوريميا عادة ال 40 إلى 100، إذا كان الليفل مالتها البلد يوريا نيتروجين كان الليفل مالتها بين ال 40 وال 100 without any sign of symptom and symptom of uremia، هاي يسموها azotemia. azotemia اذا صار الليفل فوق ال 100 وياها sign and symptom of uremia اللي هي شنو؟ ايش راح يصير عنده؟ يصير عنده confusion مو؟ mental status change. بعد bleeding، وين bleeding اكثر شيء؟ gastric bleeding مو؟ يسموها uremic bleeding. هناخذ شلون نعالجها. بعد confusion concentration حيقل مال patient، فهاي كلها اعراض شنو؟ اليوريميا، واحده من الاعراض الخطره. اهم اربع خلينا نقول امور خطره نخاف منها في حاله الاكيوت رينال فيلر هي اول شيء اليوريميا، تجي وراها الهايبركاليميا، اللي بعدها الاسيدوسز، والاخر شيء الهايبر فوليوم. الفوليوم اذا كان عليه هم بمشاكل هواي، فهاي اربع اكثر اربع شغلات اخاف منها بالبيشنت اللي هو عنده اكيوت رينال فيلر. البقيه ممكن خلينا نقول ما لها ذاك التاثير مثل هاي الكومبليكيشن الاربعه. زين، فاهم نقطه بالساين اند سيمبتوم هي شنو؟ نون سبيسيفيك، ما عندي شيء ثابت، حسب الكيس مالتك حتكون الاختلافات. زين، الدايجنوستيك بروسيجر اللي حستخدمها حتى اسوي دايجنوزز للبيشنت، اول نقطه هي شنو؟ اليورينري كاثترايزيشن. هاي الطريقه اقدر استخدمها للدايجنوزز وال في العلاج نفس الشيء، بس بيا حاله طبعا يورين كاثترايزين هي شنو؟ انسرشن اوف كاثيتر، يورين كاثيتر فولي كاثيتر وين؟ باليوريثرا. فبالتالي اذا كان عندي اوبستراكشن ومسوي لي الاكيوت فحينفتح، فبالتالي يروح السبب اللي سوالي وتعتبر علاج للحاله. زين، فهنا كدايجنوستيك اند تريتمنت ميثود تعتبر الرينال الترا ساوند شنو فائدته؟ اذا السايز مال كدني، اذا اكو بيها بروبلم او زين مشاكل، فممكن احددها بالبوزيشن مالتها زين بالرينال التراساوند. الرينال انجيوغرافي، شو اقصد بالرينال انجيوغرافي؟ لا، اول شيء يعني نسيرش، يعني خلينا نقول اوف يوز اوف كونتراست داي حتى تعطيني بيكتشر المن للرينال بلاد فيزلز، شكو عندنا بلاد فيزل بالرينال، حتى تعطيك بيكتشر لها، شوف اذا اكو انسداد، اكو مشكله، دا تقلل البيرفيوجن، فبالتالي انت تعالجها على هذا الاساس. فهنا نشوف مثلا هذا نموذج
صار شنو عنده بلوكج بالرينال ارتري، فصار عنده ديكريز بالرينال بيرفيوجن، فهذا يفيدنا بهاي الحاله يسموه رينال انجيوغرافي. زين، وعدنا بيها هاي تعطيك فكره عن هاي خلينا نقول البروبلم ممكن تتعالج على هذا الاساس. هاي الطريقه اللي رابعه، الاخيره طبعا اللي الخامسه اللي هي شنو ناخذ؟ ناخذ بايوبسي وندرسها بالمايكروسكوب حتى نحدد اذا كان عنده اي بروبلم، اي نيكروسيس صاير او اي مشكله داخل الكدني. هاي الطرق اللي اقدر اني اعتمدها المفروض للدايجنوزز المن للاكيوت كدني انجر. اللابوراتوري تيست اللي هي مهمه بالنسبه اهم بالنسبه انه هو اهم واحد منه بوتاسيوم. يعني قلنا اخطر كومبليكيشن ممكن تصير هي الهايبركاليميا، واحده من اخطر الكومبليكيشن هي الهايبركاليميا، فالبوتاسيوم دائما حيرتفع. ايش قد النورمال بوتاسيوم عاده؟ نص الى 5.5، هنا أنا حيرتفع عند البيشنت. زين، الميتابوليك اسيدوسيس ليش دا يصير؟ قبلها خلينا ناخذ البوتاسيوم، ليش دا يصير عندنا هايبركاليميا بالاكيوت رينال فيلير؟ اول سبب الاكسكريشن ايش بيه؟ قليل. ثاني سبب الاسيدوسيس، شنو علاقة الأسيدوسيس بالبوتاسيوم؟ الأسيدوسيس يزيد الريليز اوف بوتاسيوم فروم انتراسيولار كومبارتمنت المن الاكستراسيولار، فحيسوي لي هايبركاليميا. زين، السبب الثالث لزيادة البوتاسيوم نيكروتايد سيل من يصير بها دمج اي سيل حتتحرر شكو بها بوتاسيوم، مو؟ فهاي عندنا ثلاث اسباب ممكن انه يسوي لي هايبركاليميا. طبعا هاي اشوف انه حتفيدني بعدين بتحديد العلاج، من يكون عندي سبب اسيدوسيس فالعلاجك للهايبركاليميا حيكون علاج اسيدوسيس وهكذا. زين؟ نجي على الاسيدوسيس، ليش دا يصير عندي اسيدوسيس؟ يعني الاسيد سكريشن الاتش سكريشن حيقل عن طريق الكدني. السيرم كرياتينين ليش؟ سكريشن اوف كرياتينين حيقل. نفس الشيء بالنسبه للبلد يورينيتروجين الكرياتينين كلياس طبعا هم حتقل. زين؟ بالإضافة إلى هاي النسبة اللي قلنا على أساسها أنا أحدد أقدر بري أو بوست. إذا كانت فوق العشرين على واحد هاي معناها بري، أقل من عشرين على واحد شنو معناها؟ انترا رينال أو بعض الأحيان بوست رينال. أكو عندنا أنذر لازم لاب داتا همين ممكن فيدنا، الكالسيوم فوسفيت. كالسيوم حيصير هايبوكالسيميا بس حنلاحظه أكثر وين؟ بالكرونيك رينال فيلر. الفوسفيت ايضا ترتفع بس حتكون اكثر بالكرونتين، وهكذا بالنسبه لبقيه اللاب داتا. قبل ما نبدي بالفارماكولوجيكال ثيرابي، اهم نقطه لازم نعرفها عن التريتمنت اوف اكيوت كيدني انجري هو there is no definitive treatment for acute kidney injury. ما عندنا دواء او جروب من الادويه او فد جايد لاين ثابت ممكن اطبقه على كل البيشنت او امشيه على كل البيشنت. لازم التريتمنت مالته شو تكون؟ سبورتيف تريتمنت. سبورتيف تريتمنت اكوردنج تو بيشنت خلينا نقول ريكوايرمنت، شنو عنده بروبلم اجي عالجه. لذلك اثناء الحل او زين تكونون يعني سلكتيف بالاختيارات مالتكم مال الحل، مو تنزل لي التريتمنت كلها. زين، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالتريتمنت اللي لازم ننتبه عليها انه ماكو اي دواء ممكن اكسلريت ريكفري، سرع لي الريكفري ولا يقلل الهوسبيتاليزيشن ولا شنو؟ يزيد السرفايفل. ماكو اي دواء ممكن يسوي لي هاي الامور في حاله الاكيوت طبعا داحش، بالكرونيك لا حنشوف غير شيء. زين، فدائما التريتمنت مالتنا هي ايش بيها؟ سبورتيف تريتمنت. نبدي اولا اهم نقطه بالتريتمنت شنو؟ لا لا ستوب الكوزيتيف. شنو عندك سبب؟ تعالجه حتى تقلل الديكلاين، حتى تقلل البروبلم. فاذا السبب هايبوفوليميا تعطي فلويد، اذا السبب عندك مثلا توكسيك ماتيريال تسوي لي مشكله تحاول تزيلها، دراج توقفه وهكذا. زين، فهاي اهم نقطه بالعلاج انه لازم نشوف شنو السبب ونوقفه. نجي بعدها النون فارماكولوجيكال واللي هي بعض الاحيان تكون يعني كلش كافيه اذا كان مايلد كونديشن ما يحتاج احول الفارماكولوجيكال. فهنا اهم نقطه بالنون فارماكولوجيكال اللي هي شنو؟ فلويد والدايت. الدايت لازم شو تكون عندي؟ هاي كالوري لو بروتين. ليش هاي كالوري؟
حتى نحاول نوصل اكثر قدر من النيوترينت المن، نقلل النكروسيس نقلل الابتوسيس. ليش لو بروتين؟ اها حتى قلل اليوريميا والكومبليكيشن اللي هي اسوشيتد وذ يوريميا. زين الفلويد مالتنا، الفلويد اهم نقطه بها انه اكوردنج تو بيشنت نيدز، لا اعطي اكثر من لازم يعني حسوي لي هايبر فوليميا، ولا لازم اقل من ما يحتاج البيشنت. يعني ايش راح اسوي لي؟ حسوي لي شنو؟ ديكريز البيرفيوجن، وتسوي لي اسكيميا، وتسوي لي مشاكل ثانيه. فبالتالي لازم عاده البيشنت المفروض اللي هو عنده اكيوت يوزن صوره يوميه، نشوف ايش قد فقد سوائل نطيه على قدها، لا اكثر ولا اقل، لان يعني زياده تاذي البيشنت والنقصان هم يضر بالبيشنت. فلذلك اكوردنج تو بيشنت نيد. هذا طبعا البيشنت نيد يعتمد على السنسبل والانسنسبل دوز. السنسبل اللي هو عن طريق اليورينيشن، عن طريق الدياريا وغيرها، والانسنسبل هو شنو اقصد به؟ سويتنج اور ريسبيريشن. فلازم نعتمد على الوزن مال البيشنت. زين الدايت مالتنا شلون تكون؟ قلنا اول شيء البروتين ايش بيه؟ قليل. بوتاسيوم في لازم احاول اقلل او امنع البوتاسيوم. صوديوم همين احاول اذا كان عنده طبعا هايبر ناتريمي لازم تتقلل، واذا كان عنده فلويد اوفرلود لازم تتقلل، وهكذا. فهي سبيسيفيك فور ذا بيشنت. نجي على الفارماكولوجيكال ثيرابي، ومثل ما قلنا واكد انه ماكو ديفينيتيف تريتمنت فور بيشنت، انما هي فقط شنو؟ سبورتيف تريتمنت. زين اول جروب ممكن استخدمه لعلاج الهايبر فوليميا، واستخدمها فقط اذا كان البيشنت شنو عنده؟ هايبر فوليميا. مو اي بيشنت عنده اكيوت رينال فيلر تجيك كيس بالامتحان تنزل لي الدايوريتك رقم 1، لا اكوردنج تو بيشنت نيد. فنجي الدايوريتك اهم نوع من انواع الدايوريتك اللي مستخدم هو شنو؟ لوب دايوريتك. ليش؟ لانه كان ورك ات لو جي اف ار، ممكن ان يشتغل حتى لو جي اف ار قليل، مو مثل الثيازايد دايوريتك. مو؟ زين قبل ما نبدي باللوب اكو عندنا الاوزموتك بعض الاحيان يستخدمون دايوريتك اللي هو من هو المانيتول. مانيتول 20% كان بيوز، بس هنا عنده ديس ادفانتج. شنو؟ هو اصلا هو يزيد الاوزمولاريتي، مو؟ شو راح يسوي؟ حيقلل احتمال البيرفيوجن للرينال ويسوي لي مشاكل، فبالتالي لازم يستخدم وذ كوشن. المونيتورنج اوف احنا قلنا كصيادله المفروض ما نطي العلاج، وهاي في المستشفى طبيب يكتب العلاج واحنا نروح للصيدليه نصرف الهياء. شنو المسؤولين عنه؟ جماعه المستشفى الجراحيه. ايش قلت لكم مسؤولين عن شنو؟ مونيتورنج. لازم نشوف الدواء اشتغل افكاسي وال سيفتي. فهنا كواجب عليكم بهاي المحاضره تشوفوا لي شنو المونيتورنج باراميتر مال الدايورتيك. زين ايش اعتمد حتى اشوف الافكاسي والسيفتي؟ اوكي زين. فقلنا واحده من الديس ادفانتج انه احتمال هو اجريفيت الاكيوت رينال فيلر. زين نجي على المجموعه الاهم اللي هي اللوب دايرتك. اكثر واحد هو فيورسيمايد اللي هو لازكس المعروف عندنا. طبعا هذا اللازكس الاهميه مالته انه دوز احتمال بين 40 و80، طبعا دوزات مو شرط انه تحفظوا لي اياها، بس الشغلات السبيسيفيك يعني هسه نحكي. بالنسبه لللازكس هو اكثر واحد يستخدم. شو تفضل عاده بالاكيوت رينال؟ نفضل الاورال روتلول الاي في. الاي في ليش؟ اول شيء مور بريدكتبل، ثاني شيء بال البيشنت اللي يصير عنده هايبر فوليميا ايش راح يصير عنده؟ جاستريك اوديما. ايش راح اسوي لي؟ حزيد اقلل الباي اوف فيبلتي مال الرئه. فبالتالي نفضل الاي في على الاورال، ونفضل الاي في انفيوجن على الانترميتنت اي في. ليش؟ حتلاحظ هسه نشرحها بعدين انه حتقلل الدايورتيك ريسيستنس يوز اوف يعني لوب دايورتيك از كونتينوس اي في انفيوجن ديكريز الريسك فور دايورتيك ريسيستنس. ولذلك دائما نفضل الكونتينوس اي في انفيوجن للبيشنت. زين هذا بالنسبه للازيس. النوع الثاني دواء ممكن استخدمه من لوب دايورتيك هو الايثاكرينيك اسيد. هذا اقل واحد اني المفروض استخدمه. ليش؟ لان يسوي لي الريفيرسيبل اوتو توكسيستي. احنا كل اللوب دايورتيك ممكن شو يسوي لي؟ اوتو توكسيستي. اوتو توكسيستي. بس شو تكون؟ ريفيرسيبل. بس هنا الايثاكرينيك اسيد لا، يسوي لي احتمال الريفيرسيبل اوتو، لكن فقط حاله واحده اني المفروض استخدمه اذا كان البيشنت عنده حساسيه من السلفه، يعني لا اقدر استخدم بيوميتانايد ولا اقدر استخدم فيوريسيمات، فممكن استخدم ايثاكرينيك اسيد. زين
بروميتاناد البورنكس الموجود عندنا بالصيدليات شايفه ابو النص وابو الواحد، عاده الدوز مالته اللي متعارف عليه يجون البيشنت هي ايش قد 5 × 10 إلى 1 مو ملي جرام، حبايه اما شريط ياخذ ابو النص او ابو الواحد يوميه حبايه. هنا ممكن ان الدوز مالته توصل ايش قد 20 ملي جرام بير داي. تشوفون الفرق مال الدوز كلش عالي. زين هاي اللوب دايرتك الاختلاف البيومتانايد. طبعا الادفانتج مالته انه ممكن استخدم البيشنت اللي هو الريسبونسيف المن لللازكس او عنده حساسيه من اللازكس بس مو حساسيه من السلفا. السلفا ما يصير استخدمه، فقط اذا كان عنده هايبر سنسيتي تو لازكس اور الريسبونسيف تو لازكس فممكن استخدمه، بينما اذا كان حساسيه السلفا فقط هو الايثاكلينيك اسيد. زين هاي اللوب دايرتك. هاي شو وقت تحتاجها؟ اذا كان البيشنت عنده هايبر فوليميا فاحتاج اخلص من الاوديما عن طريق. زين اكو عندنا موضوع مهم بحاله استخدام الدايرتك اللي هو يسموه الدايرتك ريسيستنس، اللي هي يصير عندنا ديكريز بالريسبونس اثناء العلاج، يصير ديكريز بالريسبونس. طبعا هنا اذا صارت هي لها عده اسباب، السبب الاهم هو زياده الصوديوم انتيك. يعني انت المفروض قلنا لازم ريستركتد اذا كان عنده اوديما، هذا البيشنت يستمر ياخذ صوديوم، هي وظيفتها شو تسوي؟ تقلل تقلل الري ابزوربشن اوف صوديوم وبوتاسيوم والكلورايد مو؟ زين انت اذا تقلل الري ابزوربشن بس البيشنت ايش بيه؟ بيظل ياخذ صوديوم، بيظل يصير عنده صوديوم ووتر تنشن، فما سوينا شيء، فبالتالي العلاج هنا نوقف الصوديوم انتيك. السبب الثاني احتمال الدوز المستخدمه هي كلش قليله، او احتمال خلينا نقول الرجم من المستخدم قليل، ذاك قلنا نفضل الكونتينيوس اي في انفيوجن حتى يبقى يشتغل فتره طويله الدوزين. او بعض الاحيان تقل البايو افيبلتي بسبب قلنا الجاسترو انتستاينال اوديما. زين او قله الرينال بلاد فلو، هي تشتغل وين؟ على الكدني تيوبيول، فاحنا توصل لازم توصل يلا تبدي تشتغل، اذا ما وصلت شلون فلازم هنا أنا يزيد الرينال بلاد فلو. زين الحل بهالحاله كصيدلي لازم شو اسوي؟ اول شيء نزيد الدوز، نقلل الصوديوم مو؟ نستخدم الكونتينيوس اي في انفيوجن بعد، او ممكن ابدل الفيروس ابدل واحد بواحد اذا ريسبونسيف يوز اوف كومبينيشن. بس هنا راح نستخدم بوتاسيوم سبيرنج دايرت بعض الاحيان او ثيازايد، بس يا ثيازايد منهم فقط واحد من الثيازايد ممكن اني استخدمه ويكون افكتيف حتى اذا كان عندي ال الجلوميريال فلتريشن ريت اقل من 20. من هو؟ لا هذاك بوتاسيوم سبيرنج دايرت ميتولازون. كله زين دكتور. ميتولازون اللي هو ايش بيه؟ هو الثيازايد الوحيد اللي ممكن ان يشتغل حتى لو وصل الرينال جي اف ار اقل من 20، ذاك ممكن استخدمه. طبعا بالامكان ان استخدم البوتاسيوم سبيرنج دايرتك كاجيوفنت، بس هنا أنا لازم شو اسوي مونيتورنج المن؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم ليش؟ لان اصلا هو البيشنت البوتاسيوم اكسكريشن قليل، هذا حيزيد البوتاسيوم فاكون حذر بهاي النقطه. اوكي؟ زين. هاي اذا كان قلنا البيشنت شنو عنده؟ هايبر فوليميا. نجي اذا كان عنده ديكريز بالبرفيوجن، مدى يوصل دم كميه كافيه فيسوي لي اكيوت. اكثر واحد بازو اكتيف ايجنت هو الفينول دوبام. سابقا كانوا يتوقعون انه الدوبامين ات لو دوز من 5 × 10 إلى 3 اذا قاريها يمكن بالفارما او لا حيكون سلكتيفلي وين يشتغل؟ على الدي 1 دوبامين 1 ريسبتر، فيكون شنو؟ سوي رينال بازو دايليشن، زيد البرفيوجن للرينال. بس هذا شافه فقط بالهيلثي بيشنت. زين وإذا تشوفون كتابكم اللي هو الهاند بوك فارماكوثيرابي هاند بوك يقول there is no role of dopamine in preventing and treating patient with acute kidney injury. ما عنده أي رول لا prevent ولا treat، لذلك هو كلينيكالي شافوه ineffective. صار عندنا بازو اكتيف جديد هو أخذوه من الدوبامين هو فينول دوبام، هذا شنو هو؟ ام سيلكتيف دوبامين 1 بس ذاك شنو كان عندي دوبامين؟ نون سيلكتيف. اذا زادت الدوز حيشتغل على الدي 2 حيشتغل على البيتا وحيشتغل على اليمن على الفات، فهذا لا سيلكتيف. والاستخدام الاساسي اللي هو طبعا في حاله السيفير هايبر تنشن زين ممكن استخدمه، بس بالامكان استخدامه بالاكيوت كدني ديزيز اذا كان البيشنت شنو عنده؟ ديكريز بالبرفيوجن، ممكن ان يزيد لي الرينال بلاد فلو. زين
الدواء الثاني اللي ممكن يزيد الرينال بلد فلو هو شنو؟ كالسيوم شانل بلوكر. يصير استخدم الايس انهبتر؟ ليش؟ الايس انهبتر تشتغل وين؟ قلنا على الافرنت، بينما هذا يشتغل على الافرنت اللي هو حيسوي لي افرنت ارتريول فاز دايليشن. زين، فحيزيد لي البيرفيوجن. الادفانتج الثاني اللي ممكن احصله من الكالسيوم شانل بلوكر انه حيقلل لي الانتراسيلر كالسيوم، بالتالي ايش راح يصير عندي؟ قلل لي الابوبتوسيس والنكروسيس اللي ممكن يصير از ا ريزلت اوف اسكيميا. فالا تو ادفانتج كالسيوم شانل بلوكر، وهم يعني بيها حاله استخدمه انكريز البرفيوجن. الايس انهبتر قلنا كونترا انديكيتد شو وقت؟ في حاله البايلترال ارتري ستينوسيس والانيوريا. اي الانيوريا كونترا انديكيتد لانه حيسوي لي هايبر كلينيا. قلت لكم جماعه المستشفى اذا تتذكرون اي اي في فلويد ببوتاسيوم او اي دواء زايد البوتاسيوم ما يصير اعطيه الا اتاكد من شنو؟ من الرينال فانكشن. من الرينال فانكشن اشوف الرينال مالته زينه يلا اقدر اعطي هذا الدواء. هنا أنا في حاله الرينال البايلاترال رينال ارتري ستينوز احنا قلنا ايش يصير عندي؟ حياثر لي عليه من الانجيوتنسين الموجود هنا، مو قلنا شرحناها؟ الانجيوتنسين احنا هنا مهم جدا حتى يسوي لي فازو كونستركشن، حتى يزيد الانترا اجلومير بريشر ويزيد الفلتريشن. من حيصير بلوكج في الانجيوتنسين شو راح يصير؟ فازو دايليشن، حيقل الانترا اجلومير بريشر، حيقل الفلتريشن. لذلك هو يعتبر كونترا انديكيتد فقط في حاله البايلترال، بينما اليونيلترال لا ممكن استخدامه. اوكي؟ ويوز وذ كوشن، او ما يفضل اصلا استخدامه للبيشنت اللي هو شنو؟ اكيوت كيدني انجري. بينما حتشوفون انه واحد من الدراجز اوف تشويس في حاله الكرونيك رينال فيلر. ليش؟ نفرو بروتكتيف. شلون يسوي نفرو بروتكتيف؟ نفس الشيء حيقلل البريشر هنا. هناك طبعا هناك نخاف من الدمج قلنا بروجريسيف ديكلاين بالكيدني فانكشن. هنا حتى نحافظ على جلومريال اطول فتره ممكنه، حتى نقلل الريت اوف ديكلاين مال كرونيك رينال فيلر نستخدم الانجيوتنسين. حيقلل انترا جلومينال بريشر بحيث يقلل الضغط عليها، خلينا نقول نريحها خلينا نقول بالعربي. زين، ما يصير دمج بصوره سريعه. هناك الى نفرو بروتكتيف افكت، في ذاك هو انديكيتد. هنا لا ما يصير يستخدم. زين، الهايبركاليميا شلون نعالجها اذا صارت عند البيشنت؟ احنا عرفنا اسبابها، ثلاث اسباب شنو؟ اول شيء اسيدوسيس، ثاني شيء الاكسكريشن قل، ثالث شيء النكروتايس اللي يتحرر. زين، الهايبركاليميا النورمال ليفل مال البوتاسيوم هو 3.5 الى 5.5. عندنا نوعين منها، اكو اميرجنسي نعالجها واحد، واكو نن اميرجنسي. نن اميرجنسي من يرتفع الليفل فوق ال 5.5 بس اقل من 7 وماكو اي اي سي جي تشينج، ماكو اي اي سي جي تشينج، بوتاسيوم من حيزيد هايبر كليميا. شنو الاي سي جي تشينج اللي ممكن يصير عند البيشنت؟ البي ويف ايش راح يصير بيها؟ ديبريست. والتي ويف ايش راح يصير بيها؟ بيكت. زين؟ عكسها هي الهايبو شو اسمه؟ الهايبو كليميا، هاي حتزيد هاي حتقل. زين؟ فاذا صار البيشنت الليفل مالته بين ال 5.5 وال 7 وماكو اي اي سي جي تشينج، هاي يسموها نون امرجنسي كيس. ممكن علاجها حسب البيشنت، قلنا اذا هو عنده اسيدوسيس فاعطي صوديوم بايكارب 8.4 بشكل اي في انفيوجن يعدل لي الاسيدوسيس ويعدل لي منه البوتاسيوم. اذا كان البيشنت عنده اوديما مشاكل فممكن استفاد من اللازكس، لان سايد افكت مال الديرتك لوب ديرتك شنو هو؟ هايبوكاليمي. استفاد من هذا السايد افكت حتى يقلل البوتاسيوم. اذا كان البيشنت الانتيك مالته كلش عالي اقلل الانتيك الى ان يوصل للنورمال، فبالتالي ما الجئ للامرجنسي كيس. اذا لا بالعكس صار الليفل اكثر من 7 او عندي الليفل 5.5 الى 7 بس البيشنت عنده شنو؟ اي سي جي تشينج، بهالحاله لازم اسوي امرجنسي تريتمنت اوف هايبركاليميا. النقطه الاولى هنا حتكون administration of calcium gluconate. شنو وظيفته هنا؟ فقط stabilize the heart، ما له شغل بالبوتاسيوم ليفل، لا يقلله ولا شيء، بس انا حافظ على القلب اعطي كالسيوم جلوكونيت. زين، بعدها اعطي شنو؟ جلوكوز ويا انسولين. شنو علاقه الانسولين بالبوتاسيوم؟ واحده من السايد افكتس مال الانسولين هي هايبوكاليميا. ليش؟ لانه زيد لي الانترنس اوف بوتاسيوم فروم اكسترا سيلولار المن
في الانتراسيلر فيسوي لي هايبوكاليميا. هذا هنا سايد افكت. احنا شخذنا كي انديكيشن، ومن كنا طلاب كان الدكتور ضياء يقول لنا بيت شعري رب سايد افكتين صار شنو انديكيشن. فهذا السايد افكت احنا استخدمناه كانديكيشن شو وقت لعلاج الهايبر امرجنسي هايبركاليميا. اوكي، الشيء الثاني اللي خلي ممكن نستخدمه لعلاج الامرجنسي هو شنو؟ سالبيتامول. يعني اما هذا او هذا سالبيتامول او البيتا تو اغونست هم السايد افكت مالته شنو؟ يزيد للانترنس اوف بوتاسيوم اكسترا سيلولار، وبالتالي يقلل الليفل اوف بوتاسيوم. فبالامرجنسي شيء، واذا كانت نان امرجنسي عندنا غير علاج. اوكي، مو تجي ورقه الامتحان ودكتور مو انا كاتب لك هاي، لا تقرا الكيس زين وشوف الحل. الاسيدوسيس شلون نعالجه؟ بايكارب صوديوم. اذا كانت هم مو امرجنسي ممكن استخدم الاورال صوديوم بايكارب، اذا كان لا فاستخدم انترافينس صوديوم بايكارب لعلاج. طبعا هذا نفس الوقت حيصحح لي الهايبركاليميا اللي عند البيشنت. زين، هايبوكاليسيميا قليل تصير في حاله الاكيوت. زين، بس اذا صارت ممكن استخدم كالسيوم سبلمنت. زين، هاي الكالسيوم سبلمنت حتقول لي دكتور انت قلت الفيتامين دي بيقل الاكتيفيشن ما يصير الابزوربشن. هنا مو كل، يعني قلنا في حاله الاكيوت مو كل الرينال فانكشن، ما احنا وصل للكومبليت رينال فيلير، اكو جزء منه دا يشتغل. فبالكالسيوم يكون بعض الاحيان وحده كافي. ممكن استخدام ال1 الفا هذا بالصيدليات اذا شايفي اللي هو الاكتيفيتد فيتامين دي، يجون للصيدليه يشتروا، بس عاده الكالسيوم وحده كافي. جاك بيشنت، جاك او طفل او شيء قال لك انا ما احب هذا الكالسيوم، اريد اخذ هذا الفوار الكالسيوم موجود عندنا بالصيدليات، يصير اعطيه اياه بداله؟ ليش؟ لان ذاك شنو بيه؟ كميات صوديوم وبوتاسيوم كلش عاليه، فبالتالي ما يصير استخدم هاي الكالسيوم ايفيرزنت لعلاج الهايبوكاليسيميا للبيشنت اللي هو عنده رينال امبيرمنت، لا، فقط عندي هاي الحب شريط ب 500 اذا شايفي كالسيوم كربونيت الموجود عندنا بالصيدليات. زين؟ اذا صار عنده هايبرفوسفاتيميا كذلك، الكالسيوم كربونيت هي يسموه فوسفيت بايندر، هاي ممكن استخدمها، هم حتعدل لي الكالسيوم وهم حتمنع الفوسفيت تسويها كومبلكس يمنع الابزوربشن مالته. بالكرونيك رينال فين حنعرف ليش صارت هايبرفوسفاتيميا الميكانيزم بالتفصيل. زين، هايبوناتريميا سببها الاساسي هو شنو؟ هايبرفوليميا. من حتاخذ بلاد سامبل للبيشنت اللي عنده هو خلينا نقول اوديما، حشوف الصوديوم قليل، بس هاي شنو؟ ديليوشنال خلينا نقول هايبوناتريميا. الحل هنا اذا شنو التريتمنت؟ اها، حاول نتخلص من الفلود الزايد، حيرجع شنو عندك؟ الصوديوم طبيعي، ما اعطي اي صوديوم بايكارب، اي صوديوم كلورايد. بس اذا كان لا ما عنده مثلا هايبوفوليوم وكان فعلا الصوديوم قليل، فبالحاله ممكن استخدم صوديوم كلورايد. بس يستخدم النورمال سلاني اللي شفتوه بالمستشفى لا هو؟ قد كان عندنا التركيز بالمستشفى؟ 0.9 بالعشرة، مو؟ بس هذا اذا اعطيه للبيشنت لازم اعطيه كميات كبيره، حيزيد لي، فبالتالي استخدم ابو 3% وبال 5% موجود عندنا بالمستشفيات، هذا ممكن استخدامه لعلاج الهايبوناتريميا. اوكي؟ ما استخدم ذاك. زين. الانفكشن، ليش تصير انفكشن عاده او تزيد السسبتبلتي فور انفكشن للبيشنت اللي هو اكيوت او كرونيك؟ الاميونيتي تقل، الهيومرال والسيلولار اميونيتي اثنيناتهم يقلن، الوايت بي سي دي جرانيوليشن حيقل بسبب التوكسيك ماتيريال اليوريميا وغيرها من المشاكل الموجوده، فهاي كلها اذا صارت انفكشن فاني ممكن بالبدايه اعالجها ببرود سبكترم انتي بايوتيك، والافضل انه اسوي شنو؟ زرع، واعرف شنو نوع الانتي بايوتيك واعالج سبيسيفيك اكوردنج تو بيشنت بكتيريا. زين، اكو مشاكل لها علاقه قبل الرينال ريبليسمنت، لها علاقه باليوريميا اللي صارت. احتمال الاكيوت رينال فيلر يسوي لي يوريميك بليدنج او ياثر على الجاسترو انتستان تراك، يسوي لي السر احتمال. زين، يسوي لي نوزيو فوميتنج دياري همين بعض الاحيان. فهنا اليوريميك بليدنج هو شنو؟ شنو سببه؟
من تزداد اليوريا حيقلل خلينا نقول الفورميشن اوف البروليفريشن اوف انتراسيلولار الموجوده بالجي اي تي. هذا اذا قل حيصير عندنا السر، واذا تركت شو يسوي لي؟ بليدنج. الحل هنا شنو نعطيه كعلاج؟ امبرازول ممكن يفيدنا، والرانتيدين وجماعته كبروفلاكسز منين؟ من الافكت على الجي اي تي. بس اذا صار بليدنج سموه يوريميك بليدنج، شلون اعالجه؟ انتي كوغلنت، يا انتي كوغلنت لا، اكو عندنا الديسموبرسين، سامعين بيه؟ ما شنو هذا؟ هذا هو فازوبرسين، يعني يشبه الفازوبرسين. اها، يستخدم بالبيد ووتنج وغيرها، بس هناك الميكانيزم مالته شنو؟ شو يشتغل؟ يشبه الانتي دايرتيك هرمون، يقلل لي الدايرسيس. زين، هنا شو له علاقه بالبليدنج؟ اكتف فازوبرسين. شلون يقلل لي البليدنج؟ اها، عاشت ايدش. عادة شافه هو الميكانيزم نوت ويل ناون، بس واحدة من الاكسبكتد ميكانيزم انه يزيد لي الريليز اوف فاكتور اس. زين، منين؟ من الستوري سايت مالته، فيساعد على ديكريز البليدنج. اذا ما عندي مثلا ديسموبرسين، ممكن استخدام الكرايو بريسبتيت ايضا كسورس فور فايبرينوجين فاكتور 8 لعلاج استخدوها برده الجراحيه. زين، لعلاج البليدنج. فهاي الشغلات ممكن استخدمها لعلاج اليوريميك بليدنج. اوكي، فاينالي لازم نعرف عن الرينال بليسمنت ثيرابي. هاي حناخذها ليكتشر وحدها طبعا، شلون نسوي هيموداياليسيس بريتونيال داس، الادفانتج مال كل واحد. بالنسبه لنا في حاله الاكيوت رينال فيلر، مو دائما اني الجئ لمن؟ للدياليسيس. فقط عندي هاي الانديكيشنز اني لازم شنو؟ اضطر انه اسوي دياليسيس. اذا كان الليفل اوف بلاد يورينيتروجين اكبر من 100، اذا صار عندي هايبر فوليميا وما صارت استجابه للدايرتيك، اذا صار عندي لايف ثريتنج خلينا نقول الكترولايت امبالانس، المغنيسيوم والبوتاسيوم زين زادت فوق الثمانيه كوحده من الميثود. احنا مو قلنا ممكن استخدام الانسولين او السالبيوتامول. انذر واي ممكن استخدم شنو؟ الدياليسيس حتى يقلل لي البوتاسيوم. الريفراكتوري ميتابوليك اسيدوسيس. الدياليسيس بشكل عام كل الكومبليكيشن مال الرينال فيلر ممكن ان يعالجها، ما عدا يا كومبليكيشن الاندوكراين كومبليكيشن اللي هي شنو؟ اها، فهاي مضطر اني هسه نشرحها بعدين بالكرونيك رينال وبالمحاضره وحدها شلون نعالجها ويا الدياليسيس. اوكي، بس اذا صار مثلا توكسيك ماتيريال شخص ابتلعها، ممكن اني شلون اتخلص منها؟ عن طريق الدياليسيس وهكذا. فممكن انه معظم البروبلم اللي موجوده بالاكيوت كيدني ديزيز ممكن ان تنحل عن طريق الدياليسيس، بس احنا المفروض ما نستخدمه الا بهاي الانديكيشن اللي هي سبيسيفيك فور ذيس كونديشن. احد عنده سؤال؟ طبعا المحاضره خلصت، ومشكور على حضوركم.